طعمها حلو جدا ومعموله من ايد احسن حلوانيه في مصر وكمان بالسمن البلدي. لا انا كده ما كنتش منها كتير عشان بعمل حساب السكر. سلامة حضرتك. لو انت اللي عاملها بجد اقول لك ركز في الشغلانه دي. لا انا اهلي كلهم حاولوا معايا وما قدروش عليا. خلاص بقى خليك زي ما انت، محدش عارف الايام مخبيه ايه. ما عشان كده بجرب كذا شغلانه وكل حته بروحها بشوف حاجه جديده في الدنيا. يعني مثلا شغلانه المصوراتي دي خلتني اخش استوديوهات التمثيل واتفرج على الممثلين. شفت هناك كومبارس حكايته حكايه، تحب احكيها لك؟ احكي، اكيد هتطلع احسن من اللي في الجرايد. رحت مع عم اسناوي اللي انا قلت لحضرتك عليه، رحت معاه استوديو كانوا بيصوروا مسلسل تاريخي. اتفضل استريحي. اسبوع ها؟ ان شاء الله ان شاء الله. طيب استاذنك ابدأني قول لي بس انت عايز ايه وانا اعمله لك. ابدأني فوق شويه كده تمام. استاذنك توسع، ابتسامه خفيفه، واحد اتنين. وبعدين المخرج قاعد يزعق ويقول ستوب ستوب، والراجل الكومبارس ده ماسك الفخده ومش عايز يسيبها عمال يعضعض فيها. انت بتضحك على ايه؟ دي قصه ماساويه، اللي بتحكيه ده شيء يقطع القلب. ناس عايشه في فقر وحرمان، اكلتها طول العمر ما بتتغيرش، بصاره فول كشري حتى الخضار ارديحي. واحد عاش طول عمره بيحلم باكله حلوه، ولما جات له الفرصه وشافها بعينيه ايده طالتها بس ما لحقش يتهنى بيها. عندنا في المثل بنقول الفقر يورث الكفر، وسيدنا علي بن ابي طالب قال لو كان الفقر رجلا لقتلته، وابو ذر الغفاري قال اذا ذهب الفقر الى مكان قال له الكفر خذني معك. ياه حضرتك تعرف حاجات كتير قوي، انا اول مره اسمع الامثال الحلوه دي. لا حول ولا قوه الا بالله يا ابني، انت طالب في كليه الاداب يعني المفروض يبقى عندك ثقافه. الكلام اللي سمعته مني ده ما فاتش عليك قبل كده؟ يمكن فات بس انا ما خدتش بالي منه. وانتي مفيش اخبار عن المحروس الولهان؟ شكله كده مش ولهان. ايه اختفى؟ عارف ان انتي صعبه عليه وانك انتي محترمه ومتربيه بيت محترم. يا ماما محدش عارف ظروفه ايه، بس انا بقول يعني جدع ده باين عليه مؤدب وحسيس زياده عن اللزوم. ده اول ما عرف ان انا خارجه معاه باذن منك كان في نص هدوم. يا سلام، في نص هدومه ليه؟ كان فاكرك بيضة هيسرقها من عيشة الفراخ؟ هو له نظرية تانية، خايف يعني لنظن ان التسهيلات اللي عملها لنا في كهربة العربية كان سكة يعني عشان يقرب مني. وماله؟ عداه العيب؟ على الأقل شافك في بيتك مش زي البهيم جوز أختك وعملته السودة اللي عملها عشان يوصل لأهلها. الخلاصة يعني الكسوف عنده بزيادة حبتين بيختشي. طب والله كويس ان في حد الايام دي بيختشي. على العموم لما تشوفيه قولي لي. هشوفه ازاي بس يا ماما؟ انا مكتومه جوه البيت كده كاتمه تليفوني مدمس، لا بشوف حاره ولا شارع. خلاص نستنى لما يجي يقرا العداد. ماما مش تبي فاهمه يعني، لو هو بذات نفسه اللي جه يقرا العداد النوبه الجايه يبقى نيته سليمه وقصده شريف، ولو ما جاش يبقى خلاص، يبقى ابن 60 في 70 زيه زي شبان الايام دي. انت عارفه البنت مهجه بنت خليل الكهربائي؟ عارفاه. عرفتي ابوها عمل ايه مع المنيل على عينه خطيبها؟ انا هعرف منين؟ ما انت عارفه يا ماما انا ماليش اختلاط بحد.
لا انا هقول لك بقى علشان تعرفي ان شبان الايام دي اكترهم اندلوا ما عندهمش ضمير، والواحده لازم تفتش جواهم وبراهم قبل ما يخطوا خطوه جوه البيت. يا ماما هو سي احمد دخل عندنا بمزاجنا؟ ده كان داخل يشوف شغله صدفه يعني. المهم شوفي بقى خطيب مهج عمل ايه. عمل ايه؟ هو بسم الله ما شاء الله عليه، يعني هو كان معاه شهاده كبيره زي اللي هياخدها عاطف اخوك ان شاء الله، وكان عليه القيمه كده زي نجوم السيما. دخل خطب البيت بدبله وقرايه فاتحه، وعلى الحال ده سنتين، وهو كل اسبوع يروح 3 مرات، مره بالنهار ومره بالليل. بالنهار يعني غدا، وبالليل يعني عشاء، وخالتك ام مهجه تعمل المحمر والمشمر والمسبك. انه يتحرك خطوه واحده بس ناحيه الجواز ابدا. وكل ما يختلب البيت كان بيمد ايده عليها يضربها. ضرب ايه؟ حاجات عيب كده. المهم سي خليل دخل عليه والنطع ده كان عمال يلوغ، راح واقف كده وبصص له وقال له بقول لك ايه، انت بقالك سنتين واكل شارب حابس، هتتجوز امتى؟ راح قايل له قريب. راح سي خليل كده بصص له والنطع ده كان معاه ورك بطه، راح خطف منه ورك البطه، قال له قوم يا ابن الكلب، ده اخر ذاتك عندنا. وراح ماسك سلطانيه الملوخيه طلقها على راسه. ماما انت بتحكي لي الحكايه دي ليه؟ الواحده ممكن تزعل في حاجه في ايديها وتروح منها، لكن حاجه ما جاتش من القصر تزعل عليها ليه؟ الجدع ده ممكن يكون اصيل وابن حلال، وممكن يكون من عينه خطيب مهجه. فهمت اللي في دماغك يا ماما. بصي يا حبيبتي انا مش عايزه من الدنيا اكتر من انك تحبي وتتحبي. يا بطني. يا وسطي تضحكي على اي هبله. طب بدل ما تضحكي شجعوني اعملوا اي حاجه بدل ما انتوا قاعدين كده. كروانه 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 كروانه. قال الدكتوره الهبله بتاعت الرياضه البدنيه قال ايه؟ عايزين اشيل حديد علشان الحديد بيشد الجسم. تشيلي حديد؟ شر بره وبعيد. هو احنا ناقصين يا اختي يجيلك فتاح؟ يا نهار اسود، شر بره وبعيد. مش عارفه والله جسمي فك ليه بدري كده مع اني لسه صغيره. ده انا بشوف ممثله الاغراء بتاعت الافلام الاجنبي جسمها مشدود زي الطبله مع انها عدت 60 واكتر كمان. شيلها بتتحمى بلبن حمير. قلتي ايه؟ مبسوطه بلبن حمير؟ مين اللي قالك كده؟ الست الاصيله اللي انا كنت معاها مره قالت لي كده. لبن حمير او ربنا. خلاص اسال الدكتوره الهبله بتاعت الرياضه البدنيه بدل هدية الحل اللي انا فيها كل يوم. اول مره اسمع في حياتي عن لبن الحمير ده. طب دي الواحده عشان تستحمى حميه مكن عايزه لها مال وبرميل صغير، وده هنجيبه منين ده؟ يا اختي الحمير ما فيش اكتر منها. قومي يا ام السيد حضري لي الحمام وحضري لي غير نظيف. حاضر. وانت يا بنت يا مضروبه قومي صبي لي كوبايه عصير شاي. منهم لله الرجاله اللي انا اتجوزتهم، ما كانوش في الحل الا في التفعيص. قولي لي بقى عامله ايه مع زمايلك التلميذات؟ عسل. ايه رايك ثبتهم لك امبارح بالعشوه الحلوه؟ ماما يا بنت شويه شويه هيعرفوا ان انت مش تلميذ. ما عرفوا خلاص. ازاي وبالسرعه دي؟ ما انا اللي قلت لهم، وقلت لهم كمان ان انا بشتغل معاكي وانك ولا خالتي ولا عمتي. طب وعملوا معاكي ايه؟ ولا حاجه، بلموا شويه وقعدوا يتكلموا مع بعضهم كده كانهم في عشره فراخ وصافي اللبن. رجع تليفوني مبسوط. الو ده استاذ شوشه كروان. قولي له عايزاه الملايل على عينه يجي لي بسرعه. بتقول لك هو سمعك. خلاص مع السلامه. الحمام جاهز يا كروان. طيب تعالي بقى كملي التمرين بدالي يا ام السيد. يو يلا يا سنيوره. عجر عليكي. يا ظهري. في ايه يا مشايخ؟ دوستو معتمد يستغنى عن الورشه ولا ايه؟ ما بقتش تلزمه عم الحاج. وناويين عليه باذن الله. حاجه باذن الله هتبسط الناس كلها عم الحاج. النشاط هيتغير يا عم مرسي، الرجل هتزيد في الحاره. ابسط يا عم. ربنا يصلح الاحوال ويوفق الجميع يا رب. الحكايه يا شوش؟ حكايتي يا كروان. ايه اللي حصل فيه ايه؟ انا هفضل قاعده حاطه ايدي كده على خدي لحد امتى؟ فين الشغل يا شوش؟ الشغل ده يا كروانه بتاع ربنا، ارزاق يعني. يا اخويا ما انا عارفه انها ارزاق،
وعارفه منها بتاعه ربنا، بس برضو ربنا بيقول لك اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، انت بقى ما بتسعاش. مين اللي قالك الكلام ده يا كروانه؟ لما اخذه يعني بقعد في اي حته زي المخبرين، اول ما الاقي فرح على طول بنط عشان اصطاده. بلاش الاونطه دي يا شوشه، لو كان كلامك صحيح ما كانش ده بقى حل. يا ست الكل، يا ست الكل، الظروف اتغيرت. يعني ايه يا شوشه؟ الناس بطلت تتجوز؟ لا، الافراح بقت تعمل سكيتي قلبه وقومه، كاتب كتاب مع دخله والعروسه للعريس والجاري للمتاعيس، وخلصت الليله دي واحده. والتانيه يا وش السعد، ما عندكيش بقى خلفيه عن الافراح الجديده اللي بتتعمل سكيتي من غير اي مزيكا؟ لا والله، انت فاكرني هبل عشان اصدقك؟ فرح ايه اللي من غير مزيكا؟ امال الناس هتفرح ازاي؟ بالدفوف وبس. دفوف وبس؟ والرق ممنوع عشان فيه شخاليل. ما هو مش معقول كل الافراح كده يا شوش. ده غير بقى ان في مطربين طالعين في المقدر جديد، ومطربه نخشه ولونه وطريه وعليها الطلب شويه. لما اخذه يعني يا ست الكل طالعه لفوق، وكل يوم والتاني ينزل شريط الكاسيت يكسر الدنيا. خلاص يبقى تاهت والقيناها، انزل بشريط جديد. طب فين المنتج الاول؟ ومروح ومروح يا شوشه، فلقتني جاتك الهم. جاتك القرف. ايه القرف اللي انا فيه ده؟ بتعملي ايه؟ مذاكره ولا صحافه؟ لا مذاكره. دي اكيد مبسوطه، احنا هنشتغل خدامين عندها بقى ولا ايه؟ بعدين الساعه 11 ونص. اهلا يا مبسوطه. شكرا يا سلوى. السلم معايا وطولي بيك حيش. بقولك ايه، بعد ما تاخدي نفسي كده من طلوع السلم ابقي دخلي الفاكهه دي معاكي اوضتك. ايه ده؟ ده انا جايبه الفاكهه لينا كلنا. تعالي يا ابله وفاء كلي فاكهه. مين اللي قالك يا مبسوطه ان احنا عايزين فاكهه؟ هو حد يكره الفاكهه؟ يا صفيه، يا سوسن، تعالوا شوفوا مبسوطه هانم اللي جايبه لنا ثلاث انواع فاكهه. ودي صدقه ولا رشوه بقى؟ لا دي ولا دي. امال ايه؟ محبة وربنا. وبعدين انتوا لو حد فيكم جاب حاجة مش هتعملوا صحابي برضو؟ لا لو المسألة كده يعني مفيش مانع. لا في مانع، احنا امكانياتنا لا تسمح ان احنا نجيب فاكهة وحلويات، ده يعتبر بزخ واحنا ما نقدرش عليه. وبعدين انت كده بتحرجينا، لان احنا مش هنقدر نرد لك. انتوا بتتكلموا ازاي؟ انتوا ازاي اخواتش؟ اخواتك؟ احنا مش اخواتك ولا عمرنا هنكون اخواتك. ده ايه الخيبة اللي نزلت علينا دي؟ على اخر الزمن هنبقى اخوات صبية واحدة عالمة جاهلة؟